الناس ونتكلم فيه. شاغل الناس ويعني قبل بس ما اتكلم كمان عنه، انا عايز اقول لك انه في الكام يوم اللي فاتوا كده كان في بعض الاحداث اللي طرقت كده في مجتمعنا عامله حاله كده من الايه اللي هو ده احنا. وفي الحقيقه هي بتبقى حالات يعني فرديه، انما الحاله العامه هو الخير اللي موجود في بلدنا واللي موجود في شعبنا. والخير اللي انا بتكلم او هنتكلم عنه النهارده هو التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي الانسانيه في اسمى صورها بنشوفها مجسده في الشعب المصري العظيم باشكال مختلفه، اخرها طبعا اللي سمعنا وتابعناه قصه الطفله رقيه اللي عندها عام و11 شهر من محافظه اسكندريه. اكيد طبعا مصر كلها كانت متابعه حالتها، واللي اكتشفت اسرتها اصابتها بمرض نادر بيحتاج لعلاج بقيمه 40 مليون جنيه. والدتها اكدت انه اعراض المرض ظهرت عليها وهي عباره عن عدم قدره رقيه على الوقوف وعدم القدره على الحبو بجانب عدم تحريك جسمها من وضعيه النوم، والجميع ادرك ان هي يعني عندها اكيد حاله مرضيه ومحتاجه تتعالج. دي اشياء افتقدتها بسبب المرض. الحقيقه قصه رقيه قصه انسانيه مؤثره جدا، الشعب المصري تفاعل معاها بكل كيانه. والد الطفله اتقدم بطلب رسمي لوزاره التضامن الاجتماعي علشان يقدر يجمع تبرعات ويقدر ان هو يعالجها، وبالفعل الوزاره وافقت، وهنا بدات ملحمه الشعب المصري العظيم. فعلا يا جاد، الحقيقه تحيه كبيره جدا لوزاره التضامن الاجتماعي ودكتوره نيفين القباج وزيره التضامن على سرعه التعامل في المواقف دي تحديدا. يعني دايما يعني كنا مثلا نقول ايه، الاجراءات بتاخد وقت والورق بياخد وقت في مواقف كتير زمان، والقرار كمان. دلوقتي احنا اسهل حاجه ان الاجراءات تخلص، اسهل حاجه ان القرار يطلع. ففعلا تحيه لوزاره التضامن اللي كانت اول واحده، وده كان اهم قرار. يعني دي اهم حاجه ان وزاره التضامن توافق على طول علشان يقدروا ان هم يجمعوا التبرعات او يقوموا بحمله التبرعات للطفله رقيه من اول ما استغاثت اسرتها قبل طبعا اكتمال الطفله سنتين. يعني هو العلاج لازم يتاخد قبل ما هي تتم سنتين، وطبعا الوقت قليل جدا، الوقت يمكن ايام. ودعم قضيه رقيه كان على مستوى كبير جدا، يعني كل الناس دعمت رقيه، كل فئات الشعب، كل فئات الشعب، فنانين الحقيقه اللي يعرفوها واللي ما يعرفوهاش، هاشتاجات الترندز على كل السوشيال ميديا، الفنانين مثلا زي الفنان محمد هنيدي، الفنانه وفاء عامر، الفنان احمد العوضي، عمر كمال، ناس كتير جدا جدا. مش بس كده، خلوني بقى اكلمكم كمان على شباب مواقع التواصل الاجتماعي. الشباب دول الحقيقه الواحد لازم دايما يحييهم طالما بيقوموا بمواقف ايجابيه. يعني هم مش بس قاعدين وبيعملوا فيديوهات ومحتوى سواء نتفق معاه ايجابي او مش ايجابي، لا، طالما ان هم ليهم دور ومؤثر وبيستغلوا ملايين المتابعين اللي بيتابعوهم من كل الوطن العربي ومصر، بيستغلوهم استغلال ايجابي، فتحيه ليهم. وده اللي حصل فعلا من مشاهير السوشيال ميديا، على رأسهم طبعا القيصر اللي قرر ان هو في بيته يبني بوت او بيت صغير كده زي استوديو في البيت بأجهزة كاملة متكاملة، وفي اقل من 48 ساعة فاتح فيهم اللايف على كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، قدر يجمع 45 مليون جنيه، وده اكتر من المبلغ المطلوب كمان. يعني المبلغ المطلوب كان 40 مليون، 45 مليون، وده بدعم طبعا عدد كبير من المشاهير اللي اول ما شافوا القيصر قرروا ان هم ينشروا كمان الحمله علشان يدعموه في كل الوطن العربي. والحمد لله اقل من 48 ساعه، ده تحيه للشعب المصري العظيم، ولكل واحد شارك في الحمله دي، وتحيه لوزاره التضامن. الحقيقه الواحد فخور ان هو مصري، انه في المواقف الحلوه دي على طول بتظهر الشهامه وعلى طول بتظهر الجدعنه. الواحد فعلا قايم النهارده سعيد بخبر انه رقيه ان شاء الله يا رب ربنا يحفظها لاهلها، تخف وترجع تاني تلعب وتتحرك وتتنطط ويفرحوا بيها باذن الله. يا رب. من الاخبار الجميله واللي الواحد بيحب يسمع دايما التكاتف ده، وان الشعب كده يضم على بعضه ويقدم مساعده لحد منه. صحيح. وهنا طبعا طفله رقيه يعني خطفت قلوبنا كلنا الحقيقه، ان شاء الله يا رب نطمن عليها، ان شاء الله يفرحوا بيها يا رب وتخرج من العلاج على خير،
وباذن الله يعني ترجع يعني سليمه، وباذن الله تمارس بقى طفولتها الطبيعيه، واهلها ان شاء الله يعني يا رب يفرحوا بيها قريب باذن الله. اللهم امين يا رب باذن الله. طبعا ده كان الخبر او موضوع حلقتنا النهارده في بدايه كلامنا، ولكن كلامنا اكيد مستمر وفقراتنا مختلفه، واول فقراتنا اللي هتشوفوها كمان شويه فقرتنا عن ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، وهيكون معانا فيها الدكتور الكاتب الصحفي محمد مصطفى مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. فقرتنا الثانية مش هنبعد فيها كتير عن دور السوشيال ميديا وباور السوشيال ميديا في خدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية، وهنتكلم أكتر عن الموضوع ده عن رقية ودعم السوشيال ميديا ليها، ويكون معنا القيصر نفسه اللي جمع 45 مليون، وطبعا أغلب الشباب اللي دعموه وشاركوه هيكونوا معنا كمان على التليفون، والد رقية والدة رقية، تفاصيل كتيرة. أرجوكم تابعوا الفقرة دي لأنها قصة إنسانية حلوة هنتابعها كلنا ونعرف كواليسها كمان. واعتقد برضو بتاكد مره واثنين وثلاثه دور السوشيال ميديا واهميته، يعني وقوه وتأثير. التواصل وتاثيره، وان الناس تاخد تبتدي تغير من منظورها تجاه السوشيال ميديا او البلوجرز او صحيح. مشاهير السوشيال ميديا على قد ما ممكن بيقدموا محتوى ممكن يكون كوميدي، او الاغلب اللي داير بيستغلوا ودماغهم مش بس منحصره في الحته دي، لا عندهم جانب انساني وعندهم جانب جدي في حياتهم اللي هو يقوم بدور ايجابيه ليها دور. صحيح. ده حاجه جميله جدا يعني حق. فاعتقد ده محتاج ان احنا نتكلم فيه وياخد مساحته كمان يعني ان شاء الله. نشوف النهارده كمان الكواليس كانت عامله ازاي باذن الله. باذن الله.